في هيك شغلات إيجابية جواتي، طاقة حلوة، وحبيت أشاركها معاكم. إن شاء الله إنها وصلتكم، يعني أنا حتى بحاول إني من خلال الكاميرا. كيفكم؟ سامحوني إذا شوي هيك، بس مش أنا تعبان، بالعكس الحمد لله. كنت متمدد ونايم شوي، امبارح نمت الواحدة تقريبا، واليوم أول مرة صحيت كانت على 7:30 زي ما قلت لكم فيديو امبارح، بس صراحة كتير كنت تعبان فكملت لـ8:30. بعدين كان عندي كوتشنج على 10، بعدين يوم طبيعي نوعا ما. ما نزلت على الانستغرام اليوم لاني انا عارف انه حيكون في ضغط زايد، وصراحه يعني ما دام كان عندي كوتشنج الصبح حكيت هو يا كوتشنج يا علاج طبيعي يا انستغرام، اما اكثر من واحد الصبح كثير بكون معجوق الصبح. والحمد لله الطاقه ايجابيه، الحمد لله اليوم هيك في تركيز، في شعور بالسعاده الحمد لله، يعني زي كانه تعب امبارح كله راح هيك سبحان الله، ما بعرف شو اللي صار يعني، بس الحمد لله اليوم هيك كله احسن، حتى لو مش مبين علي هنا لسه عم بحاول اصحصح لاني لازم اصور بعدين اروح التدريب، وبحبش انا اصور لما ارجع من التدريب لان الغرفه بتكون عاتمه ولازم استعمل اضواء وما بعرف. اللي بدي احكي لكم اياه انه شغله انا تعلمتها بالمدرسه وبالجامعه، انه لما الواحد يتعب مرات فعلا بيكون مفيد لو نمت لك انت ربع ساعه نص ساعه بس على الخفيف تشحن حالك شوي بس عشان تعرف تكمل يومك. كيف تعرف اذا انت فعلا لازم توقف اللي بايدك وتنام؟ اذا تركيزك صار صفر. يعني انا نزلت فيديوهات تيك توك اليوم كالعادة، كنت مصورهم، دائما بحب اصورهم واحطهم على جنب، اجيت اعمل لهم اديتنج واضيف عليهم الكتابة، ممكن تشوفوهم كتابة بسيطة، يعني انا لو كنت مركز كل فيديو كان ممكن تاخذ الكتابة 2 3 دقائق. بتعرفوا قديش اخذت الكتابة للفيديوهين هذولا؟ تقريبا 24 دقيقة. 24 دقيقة لاني بكون قاعد فجأة عيوني غمضت بدون مبالغة، يعني بكون ماسك التليفون الفيديو يعني شغال هيك بصير فيه ببلش اتخيل انه انا كاتب اشي معين فبحاول امحيه بعدين بلاقي انه مش مكتوب ببلش اهلوس مزبوط يعني. فقلت محمد فلت التليفون، يعني خلصت اديتنج، يعني حاولت اني اقاوم التعب خلصت اديتنج، وكنت خايف اني عملت خطأ معين في الكتابة او اشي بس الحمد لله تأكدت منه. بعدين حطيت التليفون على جنب، حطيت المنبه انه اوكي بعد نص ساعة اصحى، نمت وغطست غطست غطست في النوم غطست مزبوط. فقلت يلا محمد قوم تصور على السريع بسرعة واختصر على الناس واختصر على حالك، بعدين اجهز وروح على التدريب لأنه التدريب كمان بحتاج طاقة، التدريب متعب، فإذا رحت عليه وأنا نعسان يمكن أصمد التدريب، بس طريق الرجعة ممكن يكون فيها خطر، السواقة أو الواحد نعسان كتير 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 خطر، ما حد يعملها. موضوع اليوم هو بناء على تجارب كتيرة بس كمان تجربة كوتشنج، واللي هي أنه كيف في ناس بتخاف من أنها تأخذ الخطوة، تخاف أنها تتجرأ. ومبارح إحنا حكينا بشكل مختصر عن فوائد التغيير، غير انك لما تقتنع انه التغيير مناسب وضروري، الشعور لما انت عارف انه انت حاليا هي هاي الخطوة، انه يا اما اخطو هاي الخطوة واقرب اكتر على اللي بدي اياه، او اني حتراجع وامسك حالي واضلني محل ما انا. فبدي احكي لكم يعني بكون واضح جدا انه الشخص بكون خايف، والخوف هذا ما حدا بيلومكم عليه لانه طبيعي، احنا كبشر بنخاف من الاشياء اللي احنا ما بنعرفها، بس كمان بيصفي في عندك انت الاشي اللي حابب يا اما تتخلص منه او الاشي اللي حابب توصل له. مثلا كتير ناس بتعمل كوتشنج عشان حابب تتخلص من شعور معين، حابب انه خلص تتخلص من عادة معينة. فاذا هاي العادة او هذا الشعور فعلا مزعجينك هالقد، لازم انت بالنسبة لك هاي الخطوة معناها تكون صعبة، تكون انت حاسس انها ضرورية. نفس الشيء انت اذا شخص عم تمشي باتجاه هدف، زي مثلا كيف انا بقول عن رحلة السوشيال ميديا، كتير انا حابب اوصل لهدف معين ونتيجة معينة، فعشان هيك حتى لو في خطوات بتخوف خطوات مش متأكد منها، اذا هاي ممكن فعلا انها تقربني باخذها. هلا في قرارات صعبة بحياتنا واحنا 100% ما حنتخذ كلياتهم بطريقة صحيحة، بس بالاخير هيك الحياة، يعني احنا مستحيل نقدر نخطط الحياة 100% بحيث انه احنا مستحيل نغلط الا ما نغلط هون ولا هون، بس احنا لازم يحفزنا ويشجعنا انه لو نجحنا، لو هاي فعلا كانت الخطوة اللي احنا بنحتاجها، الاشي اللي بيكون على الجهة الثانية من هاي الخطوة حيكون هو اللي احنا بنحلم فيه، اللي بدنا اياه، اللي واخيرا وصلنا له. خلي هذا الاشي يكون حافز بالنسبة لك. بشكل مختصر انا حكيت على التيك توك بس اظن الفكرة واضحة فما حطول عليها هون، انه الواحد في عندك خيارين لما تيجي بدك تجرب اشي، لما تيجي بدك تاخذ هاي الخطوة، يا ممكن تنجح يا ممكن تفشل. اذا انت فشلت اول شيء هاي مش نهاية الكون، ما بعرف ليش الناس بتتعامل مع الفشل كانه انها نهايه العالم، انه مستحيل تفشل، ما حد بقول لك ما تفشل وما تغلط، ما حد بتوقع منك دائما تضبط الامور من اول مره، الناس بتوقع منك لو انت عملت خطا تعرف شو سبب الخطا وكيف تتفاداه في المستقبل. اكيد سامعين انه غلطه الشاطر بألف، لانه بس الواحد يصير عارفه، بس الواحد يصير مجرب وقتيها اوكي ممكن الناس فعلا تقول لك طب ليش غلطت هون ما انت عارف انه هيك هيك هيك. كمان ضروري كل واحد فينا يعرف انه احنا مش لحالنا بهذا الشيء، الدنيا كلها بتغلط، ما في حدا كامل في العالم، ما في حدا مثالي ما عمره غلط. هل هذا الشيء يريحكم؟
لانه في كتير ناس عندها خوف انها تجرب اشياء جديده. وبنفس الوقت زي ما حكينا وبدي ارجع اعيد لانه هذا الكلام مستحيل ينعاد كفايه، انه انت لما تغلط لما تفشل انت ممكن تتعلم من هاي الخبره، مش انها خبره وخلص على الفاضي، لا انت ممكن تشوف انه اوه شو اللي صار هون، ليش ما زبط معي، تتطلع انت على التفاصيل اللي صارت وتحكي اوكي بناء على اللي صار هون انا عارف انه المره الجايه على الاقل لازم اتفادى كذا 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 واتذكر اني اسوي كذا كذا كذا. فانت بتصير عارف شغلات تتفاداها وتكون متاكد انه في شغلات لازم تعملها. واذا نجحت يا محلى النجاح، مين ما بحب ينجح، شعور سعاده وفخر وكل شيء ممكن تفكر فيه بيجي جواتك لانه اخيرا انت وصلت للي بدك اياه. وانا عملت فيديو تيك توك قبل هيك، بس اللي ما شافه بدي اياك تغمض عيونك، تاخذ نفس، غمض عيونك، وبدي اياك تتخيل معي انه كيف بيكون شعورك لما انت توصل للشيء اللي بدك اياه، كيف بيكون شعورك لما انت تتعب كل هالتعب كل التعب كل الجهد وكل الارهاق، بعدين بعد هذا كله تلاقي حالك وصلت اخيرا، وصلت كطالب كموظف كلاعب كفنان كشو ما كان، بكون شعور فنان انك انت اخيرا يعني مثلا حامل الشهاده بايدك، حامل العلامه بايدك، حامل الراتب بايدك، شو ما كان بكون شعور رائع. فدائما خلي هاي الصوره في بالك، خليها تشجعك انك تتجرأ اكثر وتتغلب على الخوف من انك تتخذ هاي الخطوه، لانه في كثير مرات هاي الخطوه هي اللي بتميز الناس بين الناس اللي فعلا بدها توصل والناس اللي يعني ممكن بدها توصل، عشان ان شاء الله لما توصل حتكون انت من اسعد الناس اللي موجودين. بديش اطول عليكم كتير، وحكيت عنه على التيك توك وانا عارف في كتير منكم شافه، فخلينا نشوف ساعات المشاهده وننهي الفيديو. وزي ما انتم شايفين بلشت احط انه اللي حابب يفشق هذا الجزء يروح على هاي الدقيقه، اللي حابب يكمل هذا الجزء ما يفشق، عشان يكون في مرونه في الموضوع. اللي حابب يشوف انه جزء من يومياتي والجزء اللي انا بحكي لكم عن شعوري اليوم وشو صار معي وشغلات زي هيك هذا متوفر. اللي مش حابب يشوف هذا الموضوع، حابب يدخل بس بصلب الموضوع، هذا كمان متوفر. حابب انه كمان بهاي الفيديوهات اني انا اقدم خيارات للجميع، اللي حابب يحضر الفيديو كامل، اللي حابب يفشق، بس حبيت اوضح لكم ليش انا بلشت احط اللي حابب يروح على هذا الجزء الفلاني يروح على هاي الدقيقه. يا جماعه انا كان لازم اصور هاي النومه، ما بعرف شو اللي صار معي، عن جد كان لازم اصورها وابعثها لباحثين تعون نوم يعرفوا شو اللي صار معي. سبحان الواحد الاحد، نمت انا من هون تعبان ومرهق وصبحت. على فكره انا مش متذكر اصلا انا كيف صورت المقطع اللي قبل هذا اللي كان بالنهار. انا هلا الدنيا هي ليل، رجعت من التمرين كانه واحد شحنني بالطاقه، مع انه التمرين كان صعب بس الحمد لله ادائي فيه كان ممتاز، طلعت فيه مبسوط الحمد لله، شيء روعه روعه، كله بسبب النص ساعه اللي انا نمتهم. نمتهم غرقت في النوم، ما مش عارف كيف اشرح لكم، يا غرقت في النوم ما بعرف كيف صحيت. الحمد لله حبيت اشارككم بهاي الطاقه هيك لاني فعلا اليوم حاسس فيها، لما احس فيها بحب انشرها، تضلها عندكم. اتذكروا هذا الفيديو لما بدكم طاقه ايجابيه، شفت حتى خبطت وجهي وضليت مكمل. اتذكروا هذا الفيديو بالمستقبل لما انتم تحسوا بكم هيك طاقه، شوفوا هذا الفيديو، مش معقول يعني اشي. يا رب كل الايام تكون هيك. شو كنت احكي، يعني فعلا هاي النومه اثبتت لي انه ممكن في اشياء صغيره باليوم اذا احنا قدرناها واستمتعنا فيها ممكن انها تغير كل مجريات يومنا. طلع هاي الساعه 8:30 بالليل وانا مكيف صراحه، يعني حاسس حالي لسه هلا صاحي من النوم الساعه 10 الصبح مثلا. فخلينا نحاول كلياتنا انه احنا نستمتع بهاي الشغلات الصغيره، وانه كل ما لقينا شيء ممكن ناخذ منه شويه طاقه ايجابيه نستغل هذا الشيء. حتى شوف شعري هيك شو ماله. على كل حال انا بقول بما اني انا دائما بشارككم لما اكون انا حاسس هيك شوي هيك بخمول او تعب او شو ما كان، اليوم انا حابب اني هيك مش عارف لو اركض ماراثون قدامكم بركضه، لا صراحه مش هالدرجه تعبان، بس هيك لو في ابتسامه ممكن اطلعها واطلعها، لو في ضحك ممكن اطلعها واطلعها. اليوم حاسس انه لا فعلا في هيك شغلات ايجابيه جواتي، طاقه حلوه، وحبيت اشاركها معكم ان شاء الله انها وصلتكم. يعني انا حتى بحاول اني من خلال الكاميرا. اظن هلا هذا بكفي، قول محمد خلينا نشوف ساعات المشاهده وخلينا نروح. يلا نشوف، يلا نشوفهم. لساتني ما شفت عدد الساعات بس حاسس ان اليوم حنشوف رقم حلو. بسم الله مونيتايزيشن، نيجي هون، ليتس جو ليتس جو. 1037 حلو كثير، و 4520 يا سلام. الحمد لله هنا احنا فوق ال 25% من الطريق، انا كثير مبسوط. شكرا كثير لكل حد بيحضرني بشكل يومي، كل حد بخلص فيديوهاتي للاخر، وان شاء الله احنا حنضل مستمرين. هينا كل يوم كل يوم عم ننجز، كل يوم عم نحقق ارقام احسن واحسن، فلازم نستمر. ان شاء الله ان شاء الله يعني احنا لو ضلينا هيك ان شاء الله عن قريب حنوصل ل 4000. شكرا كثير لكم، تصبحوا على خير، اشوفكم فيديو بكره.